السلام عليكم، اخباركم ايه؟ بقالنا كتير قوي ما طلعناش نتكلم معاكم في مواضيع، بس استغليت الوقت. الواحد رايق فيه دلوقتي كده، وكان في كام نقطه كده واجهتها في العياده الفتره اللي فاتت مع كذا حد من العيانين في موضوع، فقلت نتكلم فيه علشان نبقى نستفيد كلنا وكل يبقى بس مستوعب الموضوع. هو القصة كلها بتخص الناس اللي بتتابع معايا في موضوع السكر، واللي السكر مأثر على الشبكية عندهم، والناس ديت شوية في شوية مفاهيم متلخبطة وحاجات الواحد كل شوية يقعد يعيد ويزيد فيها، بس مشكلتها الوحيدة ان هي تفرق كتير قوي. ايه هي بقى شوية النقط والمفاهيم اللي متلخبطة؟ اول حاجة بتواجهني ان يكون واحد عنده سكر والسكر مأثر على الشبكية بتاعته، وراح لدكتور والدكتور عمله ليزر، قال له يعني انك انت محتاج تعمل ليزر، وبعد ما عمل الليزر حصل له مشكله في الشبكيه سواء نزيف او ارتشاح، رجع او جاي يعني عندي بيتهم الليزر ان هو اللي عمل الكلام ده كله. النقطه دي مهمه جدا، مفيش حاجه اسمها الليزر عمل ارتشاح، ومفيش حاجه اسمها الليزر عمل نزيف، مفيش حاجه اسمها الليزر هو السبب. السبب الاساسي عند حضرتك هو السكر، وعدم انتظامك وترتيبك لوضع السكر عندك هو اللي عمل القضية دي كلها. مش معنى ان الدكتور معاك راح عمل تدخل لعلاج مشكلة في مرحلة معينة السكر مؤثر فيها ان العلاج اللي اتعمل ده هو اللي زود تأثير السكر على الشبكية، لا خالص، هو السكر موجود وهيزيد لان حضرتك مش منتظم في تنظيمه. يعني مثال بسيط، حضرتك سكرك مش مظبوط، بتشرب سجاير، نفسيتك مش متزبطة، عصبي، وعندك سكر والسكر مأثر على الشبكية. انت بقى شايل كل الحاجات اللي انا حكيت عليها دي كلها ورحت للدكتور، والدكتور قالك ان كل الحاجات دي كلها هي اللي هتأثر على الشبكية وهي اللي هتزود تأثير السكر على الشبكية، وجيت بقى على التدخل الدكتور عمله اللي هو بعديه حصل زيادة من تأثير السكر على الشبكية، وبتقول ان التدخل ده هو السبب. ازاي؟ معرفش. فمفيش حاجة اسمها انك جيت وصلت لمرحلة انك كشفت عند دكتور وقالك ان السكر مؤثر على الشبكية بتاعتك وطلب منك نوع من التدخل سواء ليزر سواء حقن سواء عملية، اي نوع من انواع التدخلات اللي مطلوبة في المرحلة اللي انت رحت له فيها، وحضرتك ما عملتش حاجة من اللي فاتوا، ما ظبطتش السكر بتاعك، ما ظبطتش الضغط بتاعك، ما شلتش السيجارة من بقك وحطيتها، ما قللتش العصبية بتاعتك، حالتك النفسية اتحسنت، وما عملتش اي حاجة من دول، وتلوم السكر في ان هو زود تأثيره على الشبكية ونلقي الاتهام على التدخل. لسه الاسبوع اللي فات العيان جاي عامل ليزر في عينيه، وانا عملت ليزر من 10 ايام وبعد الليزر جالي نزيف، انا مش هعمل ليزر تاني، وقاعد طول الوقت في العياده بيتهم الاجراء اللي اتعمل له في الشبكيه ان هو السبب، الليزر اللي انا عملته هو اللي عمل المشكله دي. طب اسالته بقى هو السكر التراكمي عندك كام؟ بيقول لي 11. اقول له طب انت بتدخن؟ يقول لي بدخن علبه وعلبتين في اليوم. اقول له انت عصبي؟ بيقول لي قلت له يعني انت سايب الثلاث اسباب دول كلهم وسايب كل المشاكل دي كلها اللي هي اساسا اصلا هي اللي عامله مشكله في الشبكيه، وبتتهم التدخل اللي الدكتور عمله لك بتاع الليزر ان هو اللي عمل النزيف. فبعد اذنكم، السكر بيعمل مشكله في الشبكيه، عشان ننتهي من القضيه دي كلها لازم اشيل السكر من جسمي، وده مش موجود في الطب. يعني انت لما بيبقى عندك خراج في جسمك، الخراج ده سببه ميكروب، اهم علاج للخراج ايه؟ هو انك تشيل الميكروب، مش انك انت تقعد تعالج الخراج او تفضيه. ما انت كل ما هتفضي الخراج والميكروب لسه موجود هيقعد يزيد ويزيد ويزيد ويروح ويجي ويروح ويجي ويروح ويجي. فعلاج المشكله انك تعالج السبب. مشكلتنا بقى في موضوع السكر ده ايه؟ ان احنا عندنا مشكله مش فيش علاج انك تشيلها خالص. يعني مفيش حاجه اسمها في الطب انك انت يبقى عندك سكر تصحى من النوم ما يبقاش عندك سكر، فمشكله السكر معاك على طول. فما ينفعش تقول انا خلاص انتهيت او وضعي انتهى او انا مش هيحصل لي مشكله تاني من السكر، ده مش موجود. فحضرتك لو جيت وصلت لدكتور الشبكيه في مرحله من مراحل تاثير السكر على الشبكيه والدكتور طلب منك تدخل، ده مش نهايه الطريق. يعني ارجع بقى عادي بقى عيش حياتي طبيعي؟ لا، سكرك تنظمه. وبعدين في معلومه تانيه، مفيش حاجه اسمها اصلا حطيت الابره وقست السكر ولقيت السكر بتاعي 150 ومش عارف ايه، لا، هو السكر التراكمي اللي يتقاس كل 3 شهور هو ده السكر اللي على اساسه، هو ده القياس اللي على اساسه. تقول لنفسك انا مظبط السكر بتاعي ولا لا، ده اللي على اساسه تقول لنفسك انا مظبط السكر ولا لا. السيجاره اللي هتحطها في بقك علبه ولا الاثنين بتشربهم في اليوم دول،
ما تجيش بقى تزعل على تأثير السكر تاني اللي هيحصل تاني بعد الخطوة اللي عملها لك الدكتور وبعد كده السكر زايد وانت اصلا بتشرب سجارة وانت عصبي وبتتعصب جدا وشخصية عصبية جدا وستريسفول جدا وما عالجتش النقطة دي تيجي في الاخر تلوم السكر ان هو زود تأثيره على الشبكة. فبعد إذنكم هي مش قضية وبتنتهي، عيان السكر مع طبيب الشبكية دول بيعيشوا مع بعض فترة طويلة، مع بعض فترة طويلة. يعني ايه مع بعض فترة طويلة؟ يعني حضرتك وضعك استقر سواء بحقنة او بليزر او بعملية، لا حضرتك بدنك تتابع على طول لان السكر ممكن في اي وقت يعمل تأثير تاني وتالت ورابع. وبعد ما بتتابع او اثناء ما بتتابع لازم الاربع حاجات اللي قلنا عليهم يكونوا متظبطين. ساعتها بقى لما يحصل تاثير زياده من السكر على الشبكيه بس ما اننا عملنا اللي علينا، انا عملت اللي عليك، طبيب الشبكيه اللي بيتابع معاك عمل اللي عليك وانت عملت اللي عليك، ما تبقاش مش عامل اللي عليك وفي الاخر تلقي الاتهام على الاجراء اللي طبيب الشبكيه عمله او على ان هو انت اصلا خلاص عينك مش هتتحسن. اوكي، موضوع السيجاره ممكن يكون بالنسبه للاشخاص اللي عندهم سكر ومقصر السكر على الشبكيه مش حاطينه في وضعه واهميته، لا هو موضوع السيجاره ده مهم جدا. السيجاره اللي بتشربها بتبوظ كل حاجه انت بتعملها في تظبيط السكر. السيجاره اللي بتشربها بتزود تاثير السكر على الشبكيه او على جسمك عموما. ناهيك بقى ان هي اصلا صحيا فيها مشاكل، سيبك من حته انها صحيا فيها مشاكل، خلينا بس نتكلم في حته السكر. طب انت ممكن تكون ما عندكش غير سكر، أو يعني ما بتركزش في السكر بس، اللي في السكر بس، مع انك انت ممكن يكون عندك مستوى دهون مش متظبط، يكون عندك الكلى مش متظبطه، ممكن يكون عندك ضغط وانت مش عارف. فبعد اذنك معادله السكر مش معادله واحده، يعني انت مش بنام عندك سكر والسكر اثر على الشبكيه انك تهتم بالمربع بتاع السكر بس، لازم تهتم بالحاله الصحيه عامه، لازم تراجع الطبيب بتاعك هو دكتور البطنه اللي بيتابعك في كل حاجه، في سكرك وفي ضغطك وفي مستوى دهونك وفي كليتك. الحالة الصحية العامة لجسمك بتفرق كتير جدا في تأثير السكر على الشبكية، والحالة النفسية والعصبية والذهنية بتاعتك بتفرق كتير جدا جدا في تأثير السكر على الشبكية. امتناعك عن شرب السجاير بيفرق كتير جدا في تأثير السكر على الشبكية. حضرتك بقى عملت ده كله، ازعل بعد كده انك خدت حقنه وما تحسنتش، ازعل بعد كده انك عملت ليزر وما حصلش تاثير. انا نفسي كطبيب شبكيه بزعل جدا من واحد ما بيعملش اي حاجه من دول وجاي بقى زعلان ان في حقنه ما جابتش نتيجه، وجاي زعلان ان في جلسه ليزر وما سفرقتش، جاي زعلان ان في عمليات عملت وما حسنتش نظره شويه. اعمل اللي عليك الاول وصدقني، عشان اصلا يعني بنسبه كبيره جدا انت لو عملت اللي انا قلت عليه ده كله اي حاجه احنا هنعملها في عينك باذن الله يعني هتديك النتيجه اللي انت عاوزها، بس انت اعمل اللي احنا قلنا عليه ده كله. في مشكله بتواجه العيانين كتير ان هم ممكن يجوا في مراحل متاخره، يعني يكون السكر وصل لمرحله صعبه العلاج، يكون الضغط وصل لمرحله صعبه العلاج، تكون الكليه باظت ومش قادرين نتصرف فيها، يكون مستوى يعني تكون الحاله الصحيه العامه متظبطه. فالمعلومه المهمه الثانيه ان كل ما بتيجي بدري وانت عارف انك عندك سكر ولسه ما هوش اثر على الشبكيه او اثر على الشبكيه بس في الاول بدري، كل ما هتيجي بدري كل ما هتقدر تظبط الحته دي، تظبط السيستميك كونديشن او الحاله الصحيه العامه عندك، فهنقدر نكنترول السكر. لما هتيجي في الاواخر للاسف انت اصلا مش بايدك او بيكون صعب عليك مع الطبيب بتاعك انك انت تعالج الموضوع الصحي العام، يعني تكون الدنيا دخلت في مراحل مقفوله او طريق مسدود. فبعد اذنك ثقافه عامه وصلها ليك لو انت ما عندك سكر، وصلها لقريبك لو هو عنده سكر، وصلها لصاحبك لو عنده سكر، وصلها لجارك لو عنده سكر. الموضوع السكر ده ثقافة مجتمعية الأول، يعني أنت لو حتى ما عندكش سكر لازم تبقى عندك الثقافة دي، علشان لا قدر الله لو في أي وقت من الأوقات عرفت أن عندك سكر أو أي حد من معارفك عرفت أن هو عنده سكر لازم توعيه في حتة أنك مجرد ما عرفت أن عندك سكر تبدأ تاخد إجراءات الكشف على عينيك باستمرار، ما تستناش لما فكرة أصلا نظر ضعيف أو مش نظر ضعيف. يبقى مفيش حاجة اسمها تروح لدكتور شبكية بعد ما تعمل أي إجراء في شبكية عينك نتيجة تأثير السكر على الشبكية ويحصل لقدر الله بعد الإجراء ده إن السكر أثر زيادة على الشبكية إن احنا نتهم الإجراء ده. دي بقى حتة كده خلاص نتفق عليها بعد الفترة علشان تحمي نفسك من إن السكر يزود تأثيره على الشبكية بعد أي تدخل أنت عملته في عينيك. ظبط الاربع حاجات اللي انا قلت لك عليهم، مستوى السكر التراكمي اهم من مستوى السكر العادي اللي بتقيسه على طول ده، ضغطك، الحاله النفسيه،
ضغط، مستوى دهون، والكريتيكال علبة السيجارة اللي انت بتحطها في جيبك دي بتشرب لك 4 5 6 7 سيجارات او بتشرب لك علبة علبتين في اليوم، دي ترميها في الشارع علشان انت لو ما رميتهاش ما تجيش بقى تتهم حاجة تانية خالص. فدي شوية معلومات كده بسيطة، وكل اللي هيشوف فكرة الـ يعني اللي هتفرج على الفيديو ده ويخرج منه بمعلومة دي، ياريت يوصلها بأي طريقة بقى، يوصلها في ان هو يقعد مع اي حد يقوله وهو بيشرب سجارة كده وعارفه وعارف ان عنده سكر، يقوله المعلومتين دول، يوصلها بقى لوالده، يوصلها لقريبه، يوصلها لجاره، عشان بس هي الفكرة كلها ان احنا هندننا نشتغل على فكرة التوعية اكتر، يعني انك انت تبقى توصل لمرحلة انك انت تحمي نفسك، انك توصل لطريق مسدود وصعب بالنسبة لي وبالنسبة لك ان احنا نتعامل معه. اتمنى تكون المعلومة دي مفيدة، وكل شوية كده هنقعد نتكلم في شوية حاجات بتحصل للواحد او بتقابل الواحد في العيادة علشان نوصل بس لمرحلة توعية الثقافة ديت. ويشوفكم كده على خير ان شاء الله، دعواتكم بقى.